اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم مروى العلج وانتم تشاهدون برنامج ستوريز. النتيجه الطبيعيه لفوز اي منتخب هي الفرح والهتافات واحيانا الدموع، دموع الفرح مثل فرحه اسود الاطلس بفوزهم على بلجيكا بهدفين لهدف، وكذلك تاهلهم للدور السادس عشر. شاهدوا معي هنا فرحه الجماهير المغربيه. إذن هكذا مشاهدينا تكون الاحتفالات في معناها أو ربما صورتها الطبيعية، لكن الجماهير الإيرانية عبرت بطريقة غريبة فقد خرجت إلى الشوارع كذلك للاحتفال. نشاهد. الفيديو عادي جدا بالطبع وهذا ما تقولونه، لكن الغريب في هذا الفيديو أن هذه الاحتفالات الصاخبة جاءت احتفاء بخسارة منتخب بلادهم أي المنتخب الإيراني ضد أمريكا. أما الفيديو الموالي فهو للجمهور السعودي، طبعا السعودية غادرت كأس العالم بعد أداء مشرف، وهذه الفرحة التي سنشاهدها بجوال ضائع. نشاهد. إذن مشاهدينا ضمن المونديال أيضا ولكن بعيدا عن الكرة، مواقف عديدة حصلت أشاد بها المغردون والمعنيون كهذا المشهد مثلا. إذن هذا المشهد كذلك مشاهدينا قد يبدو للبعض فيديو عادي جدا لرجل يرتدي العلم الفلسطيني ويحمل طفلا قد يكون ابنه أو أخاه أو أحد أقاربه، لكنه ليس كذلك. دعوني أشرح لكم أكثر. إذن هذا الطفل الذي يحمله هذا الرجل الفلسطيني هو حفيد مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي، وهو هذا المعروف بتيتي، أما الذي يحمله فهو أحد المشجعين. كانت عائلة تيتي تسير باتجاه محطة المترو بعد انتهاء المباراة حين تعب حفيده، فساعدهم هذا الرجل على حمله مسافة طويلة. بعد اطلاعه على الواقع قرر المدرب أن يوجه للمشجع رسالة شكر في مؤتمر صحفي، وقال إنه يريد مقابلة هذا الرجل لأنه أظهر لعائلته الإنسانية. وبعد بحثه عنه التقى تيتي بالمشجع الذي اتضح، طبعا هذا هو تيتي هو مدرب البرازيل، التقى بالمشجع وهو هذا، وهذه صورة اللقاء بالمناسبة. اتضح أن هذا المشجع فلسطيني واسمه حسام السفريني. تكريما لحسام على شهامته قدم له تيتي قميص المنتخب البرازيلي هذا، والذي يحمل توقيعه وتوقيع نجوم الفريق. نشاهد لحظة اللقاء هذه في هذا الفيديو. My pleasure. Thank you very much. Come on, get to you.
Thank you. This means the world to me. This is something that I cannot buy for money. This is it's oh my god. With everything else. طبعا فرح المشجع حسام كثيرا مشاهدينا بهذه الهدية وقال إنها تعني له الكثير. وفي المقابل قدم حسام حلوى المعمول الفلسطيني لعائلة المدرب، والأمر لم يتوقف هنا، بل وجهت للمشجع حسام كذلك دعوة رسمية من الاتحاد البرازيلي إلى حضور حصة تدريبية لمنتخب البرازيل، وأعتقد بأن هذه الفرصة يتمناها أغلبنا. تمتلك السيارة محركاً يختلف صوته باختلاف نوعها، وتقرر الشركة المصنعة ذلك، فلا تشترك سيارة تقريباً في صوت محركها مع سيارة من نوع آخر إلا حنجرته، فتجتمع فيها أصوات المحركات جميعاً. حسين عبد الله مشاهدينا شخص عادي بقدرة غير عادية على تقليد أصوات المحركات، وهذا هو حسين، تقليد أصوات محركات السيارات وإبهارنا بمهاراته في إتقانها بشكل اخترق يقيننا ودفعنا نحن للشك، هل ما نسمعه حقيقة؟ وهل يقدر صوت الإنسان أن يكون متطابقاً مع صوت محرك سيارة إلى هذا الحد؟ فما كيف يفعل ذلك؟ أسئلة سيجيبنا عنها حسين بنفسه بعد قليل، أما الآن فدعونا نشاهد هذا التقرير عنه حتى تفهموا عما أتحدث. يعطينا صوت هايلوكس. ما شاء الله. بالله يعطينا. بالله يعطينا واحدة صوت تندرة. 57. إذا معنا حسين من سبها موهبة في تقليد أصوات محركات السيارات. أهلا وسهلا بك حسين، بداية دعنا نعرف، مرحبا بك، المشاهدين عنك أكثر حتى تتضح الصورة لهم. سنبدأ بداية بلعبة بسيطة تختار فيها أنت مجموعة من السيارات وتقلد أصوات محركاتها، ويبقى بعد ذلك الحكم للمشاهدين حتى يقولوا إلى أي مدى كان صوتك متطابق مع أصوات السيارات. يلا اختار مجموعة من السيارات ولنبدأ. طبعا السلام عليكم ورحمة الله، معكم فوكل السلم من مدينة سبعة، وقد نعرف من أصوات السيارات صوت السيارة صوت التيوتا الهيلوكس، وقد الفترة طويلة تعلمت الصوت هذا من سنة 2012 وتحولت من أصوات هي صوت الكبار كمان يتأول صوت السيارة. طيب جميل، قلت أنك تعرف صوت سيارة تويوتا، كذلك أعلم أنك تعرف صوت سيارة البي إم والمرسيدس والأودي والبيجو وغيرها، فلو تختار مجموعة وتقلدها لنا. لا نبدأ من صوت صوت تويوتا. يلا تويوتا. جميل. حلو، شكرا حسين، صوت جميل، وطبعا دائما الحكم سيبقى للمشاهدين في التعليقات ما إذا كان هذا يطابق بالتحديد صوت السيارة، من هو يختلف قليلا أو من هو يختلف تماما. طيب حسين، صوت البي إم والمرسيدس وهكذا كل واحدة منهم، بس تقول اسم السيارة وتقلد مقطع بسيط منها صغير. والله حبيت أقلد من صوت صوت البي إم. تمام تفضل. طيب حسين، ما رأيك أن نختم بالبيجو الآن؟
نختم الأصوات بسيارة البيجو. تمام، أحسست أن السيارة معطلة في البداية عندما بدأت حسين، لكن بعد ذلك اطمأنت أنها تعمل على ما يرام. المهم، هذه الموهبة هي موهبة فذة وأنت بالتأكيد تعلم ذلك، لأن الفيديو الذي راج في السوشيال ميديا تعرض لحملة من التشكيك، ونحن صراحة تأكدنا يعني بأنفسنا بأن هذا الصوت حقيقي وأنك لا تستخدم أي هواتف أو مؤثرات صوتية. هذه الموهبة بداية من الذي اكتشفها؟ كيف بدأت معك؟ متى قلت أنا أجيد تقليد أصوات المحركات؟ والله هذه لها فترة طويلة من سنة 2012 أني تعودت على الصوت هذا وعرفت أني نعرف الصوت في حاجة من ربي طبعاً هذه هواية يعني وتعلمت وعرفت أن الصوت بدأت تصيب شوي بشوي كيف روحي ما شاء الله هو 2013 14 في صوت سيارات تعلمت أن السيارة صحراوية تقع رباعي في صوت سيارات مثل سيارات السباق و بسم الله ما شاء الله هو في تعود عليه وما شاء الله. طيب كم مثلا صوت محرك سياره تعلم او تجيد التقليد حسب التقريب؟ والله هيك في سيارات نعرف سيارات والله ما نعرفش في سيارات نعرف نقول لك كم سياره عندك يعني هي كثيرة. المهم، طيب حسين، ما الذي يتوفر في صوتك حتى ربما تكتسب هذه المهارة؟ كيف وصلت إلى الاحترافية؟ يعني ربما تجيد صوت سيارة واحدة، لكن يعني هذا القدر من ربما الاحترافية في تقليد صوت المحرك بشكل يعني قد يكون متطابقا، ما الذي يحتاج؟ هل هناك صوت أو شيء مميز في صوتك أنت؟ والله حاجة صوت مميز، عرفت يعني صوت مميز وحاجة حاجة عرفت كل صوت هو بعد كويس ماشي عليه. طيب بما أنك استطعت طبعا الوصول إلى هذه المرحلة، يعني أنك طوعت صوتك بشكل أو بآخر، هل حاولت الغناء سابقا؟ لا والله ما حاولتش الغناء، قلت ما عنديش عليه يعني السواقة السيارات كلها حاجة نعم اللي نعرف يعني. نعم، شكرا جزيلا لك حسين، وأعتقد أنا والمشاهدين بأن هذا الصوت يصلح كذلك للغناء، فجرب قد تنفع المحاولة. شكرا جزيلا لك حسين، كنت معنا مباشرة من سبها. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. إذن وصلنا مشاهدينا إلى فقرة التوب 5 شوتس، والبداية اليوم بالصورة الأولى وهي للمشجع التونسي. هذا هو المشجع التونسي الذي احتل على الترتيب الخامس في الصور الأكثر تداولاً، وقد اقتحم ملعب المدينة التعليمية بقميص تونس وكذلك بالعلم الفلسطيني وقام بهذه الحركة، وقد نزل إلى الملعب بعد هدف تونس التاريخي في شباك فرنسا قبل أن يغادر نسور قرطاج كأس العالم، وهذه الصورة تفاعلت معها الجماهير على اختلافها. أما الصورة الثانية مشاهدينا فهي لهذا الشاب القطري الذي وجد نفسه فجأة مشهورا على مستوى العالم تقريبا بعدما رصدته الكاميرا في حركة عفوية وهو يشجع منتخب بلاده المنتخب القطري بشكل جعله يشبه لعيب تميمة، وهو لعيب مونديال قطر بشكل كبير. وربما أكثر الأماكن التي تم تداول هذه الصورة فيها هي الصين. أما الصورة الثالثة مشاهدينا فتأتينا بالتحديد من أحد المجالس القطرية، هذه الصورة التي تجمع شباب قطريين بمشجعين تأتي ضمن مبادرة اعزمهم في مجلسك التي أطلقها القطريون للتعريف بالثقافة والعادات والتقاليد القطرية، وقد استحسن المغردون هذه المبادرة كثيرا. الصورة الرابعة مشاهدينا وهي الصورة الثانية في ترتيب الصور الأكثر تداولا راجت كثيرا، هي لهدف إضافي في شباك
المنتخب الألماني الذي غادر المونديال، وهذه هي رد على حركة وضع اليد على الفم التي قام بها المنشفت احتجاجا على قوانين الفيفا التي منعت استخدام أو التظاهر بالشعارات المثلية. إذن الصورة هذه الموجودة هي للاعب ذي الأصول التركية مسعود أوزيل، الذي كان لاعب سابق طبعا في المنتخب الألماني، والذي اعتزل بعد ذلك. اعتزاله جاء بعد أن تعرض لحملة من العنصرية من قبل الألمان، وهذه الحملة جاءت بعد صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أما الصورة الحاصلة على أعلى نسبة تفاعل لهذا الأسبوع فهي لهذا الشاب المغربي، والصورة التي على قميصه هنا لأمه التي توفيت قبل شهر وأسبوع من انطلاق المونديال الذي كان ينبغي أن تكون إحدى مشجعاته. وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة بشكل واسع جدا بالدعاء بالرحمة وكذلك التعاطف. انطلقت منذ فترة حملات احتجاجية من مناصرين للبيئة في دول عديدة، لم تسلم منها اللوحات في المتاحف ولا التظاهرات ولا المجسمات. دعونا نشاهد مقطع صغير لهذه المظاهرات. إذن من مظاهر هذه كذلك الاحتجاجات والحركات الاحتجاجية في فرنسا مشاهدينا ارتداء سترات والجلوس على الطريق وتعطيل حركة المرور للفت الانتباه، لكن السائقين ضاقوا ذرعا بهذا السلوك الذي يعيق عملهم وحركتهم، وهذا ما حدث. إذن كما شاهدتم سحل أصحاب السيارات المتظاهرين الجالسين وسط الطريق ليبعدوهم. تباينت التعليقات بخصوص هذه الحادثة بين مستحسنة ومستهجنة، لكن التعليق الأهم مشاهدينا في هذا البرنامج يظل لكم أنتم، فأخبروني في التعليقات ما رأيكم بتصرفات الطرفين؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ستوريز. أنا مروى العلج، ألقاكم الأسبوع المقبل.